اصبح الضحك مش زي زمان، الناس بدأت ترجع لافلام اسماعيل ياسين تاني. هو يعني لو قلنا التلفزيون، لا التلفزيون فيه مسلسلات كوميدية كويسة اتعملت، يعني زي اللعبة، زي البيت بيتي، في حاجات بتحصل يعني في التلفزيون كويسة جدا، بس يمكن عشان هي موجهة للأجيال الجديدة أكتر أو للشباب أكتر، فممكن إحنا عشان أكبر منهم شوية نحس إن ده مش كوميديا، دي مش واصلة لنا، مش طب استاذ مجدي تتفق مع ده؟ يعني يمكن اكتر البارزين في سوق الكوميديا النهارده اللي هم خريجين مسرح مصر، حولوا الكوميديا الى شكل يعني ارتفيشال شويه، مبقاش ارتفيشال وقايم على اللفظ، على الافيه، على هتلاقي اغلب على الكوميديا اللي التنمر. موجوده كده، مفيش الكوميديا الرايقه الجميله الهاديه اللي ممكن تقعد تغزلها في فيلم او في مسلسل، لانها صعبه، كوميديا صعبه على فكره، طبعا اسهل اصعب حاجه في انواع الكتابه. الكوميديا هي اصعبها، صحيح. وموهبه كتابه الكوميديا مش لاي حد. طب ما خلينا ناخد مثال مسرح مصر كمثال من اللي حضرتك قلتيه. اغلبهم دمهم في تقيل. يعني لا، ما يعني برضه ده رايي يا فندم، انا مسؤوله عنه. انت كمتلقيه برضه زي مين يعني؟ قولي يعني اساميهم. لا والله في ناس كويسه قاعدين بس ما عندهمش هو نصوص التلقي كويسه. كده الابداع كده يعني، الابداع كده تتلقيه. لا فيهم شباب هايلين، بس خلينا نقيم التجربه. ما عندوش نص جيد عظيم، ما عندوش ناس. يبقى احنا خرجنا ان فيهم ناس جيدين جدا. طبعا طبعا، وبقى ليهم اسماء ولا ما موجوده. كانوش استمروا. عظيم، ولكن يحتاجوا الى مزيد من الى الدعم نصوص، في النصوص، ويحتاج الى مخرج هو يسمع كلام المخرج، مش هو اللي يمشي المخرج على مزاجه، لان هم نجوم الكوميديا للاسف. انا النجم، انا المخرج، وانا الكاتب. بيعمل كده في الاستوديو. بس انا واقف عند فكره اللي قالته الاستاذه نيفين، ان احنا لقينا اليه، يعني لولا ان اشرف عبد الباقي فكر انه يعمل كده. طبعا. لو هقول ان هو اختار في الاول 100 طلع منهم 30، في النهايه استفدنا 30. هو عمل منظومه وكيان قدر ان هو يطلع، ان شاء الله حتى لو جاب 100، في اربعه مثلا بقوا نجوم وبقوا نجوم صف اول. ده نتيجه المنظومه اللي هو اخترعها، اللي هو عملها، اللي هي مسرح مصر.